بنت الأزينة دي توصلك انك تقعد على اونكل سليمان؟ حماد عايزه مش لاقي مكان يقعد فيه. ما تشيليش هم يا داليا، انت عارف ابوك، انا بقع الوقع من دول بس بعرف ازاي اقوم منها زي الحصان. ايوه بس مش قادره اصدق، يعني كل الدلع اللي كانت بتدلعه عليك ده وكل الحب ده كان تمثيليه؟ معقوله في ستات كده؟ ايه القرف اللي هي فيه ده؟ يعني عملت كل ده عشان في الاخر توصل لحته محل؟ عارف انت وديني اللي وصلني ليها انا اروح ارقشها بسنيني. اصبر عليا يا دودة، وحياتك عندي لوريها ان اكون في عز الدور. انا ما سيبش حق، انت عارفاني. انت هو في اطيب منك يا حماده في الدنيا دي كلها؟ اسمع بقى، انا عندي حته دي الفكره عبقريه، انت تسيب البيت عند اونكل سليمان وانا هسيب البيت لفوزيه، وانا وانت ناجر شقه ايجار جديد نقعد فيها احنا الاثنين. عليا النعمه دي، احلى حاجه في الدنيا. انت احلى حاجه في حياتي يا بنتي، ما تجيبي بوز. يا سلام. اسمعي يا دودة، انا هقول لك خلاصه التجربه المريره اللي انا عشتها. ايوه الخلاصه، انا حاسه ان احنا داخلين على حكم وفلسفه وكلام كبير قوي. قول لي بقى، اوعي تتجوزي اللي انت بتحبيه، لازم تتجوزي اللي بيحبك ويموت فيكي كمان. حماده لو عايز تريح خش رايح جوه على السرير، كان دي ما تستحملش التريق. لا انا مش نايم. ليك حق تنام، بعد طاجن الباميه اللي بعتته ماما نونا وكلناه لازم تنام على طول. انا ما بيجينيش نوم يا سليمان بيه، كل ما افتكر اللي حصل لي احس ان انا مخنوق ونفسي يتكتم. انت ايه اللي حصل لي حاجه؟ والله يا اخي ما تقولش كده، فلا الله ولا فالك. لو حصل لك اللي حصل لي ده تعمل ايه يا سليمان بيه؟ اعوذ بالله، قال ممكن يحصل لي حصل لك ده؟ ابدا، الله في سماه، لو جاتني نانسي عقرب بنفسها عشان امضي لها ورقه زي دي انا لو ممكن امضي لها حتى لو كان اخر يوم في عمري. على العموم انا مش عاوز اقلب عليك المواجع، انما بقى اذا كان القانون مش هيجيب لك حقك في طرق تانيه كتيره قوي جيب لك حقك منها. طرق ايه؟ تكري عليها جماعه بلطجيه هددوها. انا اسمع ان في ناس شغلتها كده، تجيب الحق بالفلوس. ده مبلغ كبير قوي، ده المحل بتاعك دلوقتي يساوي لي 6 7 مليون جنيه على الاقل. هو انا اعرف بلطجيه منين بس يا سليمان بيه؟ تعرفهم منين؟ دي البلد مليانه بلطجيه.